بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا بقية الله صلى الله عليك يا بقية الله صلى الله عليك يا بقية الله الكلام في الصلاه على بقيه الله الاعظم روحي له الفداء الوارده في دعاء الافتتاح اللهم وصل على ولي امرك الامام هو ولي الامر هو الاولى بالتصرف هو المالك لامر الله والاولى بالتصرف في امر الله سبحانه وتعالى عندما نتحدث عن هذا المعنى قد وردت بشانه الكثير من الاخبار فهم كما في زياره الجامعه صلوات الله عليهم القوامون بامره هذه القواميه لامر الله عز وجل ينبغي التنبّه اليها امر ولايه ولي الله روحي له الفداء من النعم التي ينبغي التوجه المؤمن اليها طبعا في البند مصطلح الامر كون بقيه الله روحي له الفداء هو ولي الامر هذا المعنى معنى واسع ومتشعب ولكن أشير إلى مطلب ورد في الأخبار المتكثرة يسلط الضوء ويعرفنا بأهمية هذا الأمر في حياتنا ورد في الخبر الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله عليه او اعرض عن هذا الخبر واشير الى الخبر الاخر اختصارا الوارد عن الامير صلوات الله عليه لما سئل عن الحجج صلوات الله عليهم ماذا قال قال هم رسول الله صلى الله عليه واله ومن حل محله من اصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه ورسوله وفرض على العباد من طاعته مثل الذي مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه وهم ولاة الامر الذين قال الله فيهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال فيهم: ولو ردوه الى الله او ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستبطنونه منهم. قال السائل، هذا محل الشاهد. قال السائل ما ذاك الامر فقال امير المؤمنين صلوات الله عليه الذي به تنزل الملائكه في الليله التي يفرق فيها كل امر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وعمر وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه. هذا واحد. من الاخبار التي تعرفنا بمعنى الامر وانه احد ابعاد الامر الذي ماذا يتنزل على قلب الامام المعصوم على قلب امام الزمن ومن الواضح ان تنزل هذا الامر ليس لمجرد المعرفه ليس لمجرد الاطلاع وانما لما لذلك من اثر في اداره بقيه الله الاعظم روحي له الفداء في اداره شان هذه الامه في اداره شان هذا الخلق والا لما كان من معنى لتنزل هذا الـ هذه الـ هذه المسائل على قلب امامنا روحي. له الفداء وصلوات الله عليه على هذا الاساس الذي ينبغي ان اشير اليه ان الامام روحي له الفداء وهو في غيبته لولايته اثر في وجودنا وفي حياتنا اطلاعه من شان اطلاعه أن تساهم بشكل دقيق في إدارة وضع الأمة ورد في الخبر الشريف عنه صلوات الله عليه أنه قال وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكل انتفاع بالشمس إذا غيبتها السحاب عن الأبصار ظلمه الليل او ضوء القمر او ضوء الشمس مع حجب الغيوم لها لا يعني عدم تاثيرها هناك تاثير للشمس تؤثر في هذا الوجود تنير هذا الوجود بمقدار ظرف الغيبه نشبهه كالسحاب الذي يحجب عنا رؤية الشمس ولكن يتسلل نور الشمس من بين ثغرات الغيوم إن صح التعبير كذلك للإمام روحي له الفداء تأثيرات ولايته في وجودنا في حياتنا له من التأثير بحسب المصلحة التي يراها مصلحة الأمة، مصلحة المؤمنين ولذا أشير إلى ما يقرب لهذه الفكرة. ورد في الخبر الشريف عنه صلوات الله عليه أنه قال إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. هنا يبين روحي له الفداء تاثير ولايته في هذا الوجود يبين رعايته روحي له الفداء لواقع الامه المؤمنه وانه ماذا يحول بين الاعداء وبين الامه المؤمنه ربما يكاد بالامه المؤمنه ربما ينكر بالأمة المؤمنة ولكن الإمام روحي له الفداء له تأثير في هذا الوجود دعاؤه كما ورد في الخبر الشريف لا يرى لا يرد عن لا يرد ماذا من السماء ولذا ترتفع كفه روحي له الفداء لتحول بين الضرر المتوجه للامه وكذا من يتوجه اليه وهذا ما ينبغي ان نتنبه اليه ربما المؤمن يعجز في مسيره حياته ربما المؤمن يواجه الصعوبات في مسيره حياته ولذا لا ينبغي ان يغفل عن ان هناك مؤثر في حياته ومؤثر في وجوده ولذا يتوجه الى امام زمانه يتوسل يتضرع بامام زمانه بان يشمله بدعائه في الخبر الشريف الوارد عن الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول: "أبان الزيات: قلت للرضا ادعو الله لي ولأهل بيتي، فقال: أولست أفعل، والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة". غير تلك الأعمال التي تنزلت في ليله القدر وعلم بها الامام المعصوم كما يعلم بها امام كل زمان قال فاستعظمت ذلك فقال لي اما تقرا كتاب الله عز وجل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال هو والله علي بن أبي طالب وهكذا من إمام لإمام هم مطلعين على أحوال شيعتهم ولذا ينبغي للمؤمن أن يتوجه لإمام زمانه أن يتوجه لبقية الله الأعظم، روحي له الفداء ليشمله بالدعاء، ليشمله بالعناية، ليطوي الطريق الذي واجه فيه العقبات، ليتخذ دوره بعصمه ليتخذ دوره بحنكه ودرايه من خلال رعايه بقيه الله الاعظم روحي له الفداء التوجه لهذا المعنى هذا احد مفردات وجزئيات هذا المعنى يعني التوجه لنعيم الولايه عندما نصلي اللهم وصل على ولي امرك هنا يقضى لنعمة الولاية ولتسألن يومئذ عن النعيم كما ورد في الأخبار الشريفة هو السؤال عن نعمة الولاية توجه المؤمن لنعمة الولاية يعني ماذا المعرفة يعني عدم الكفران بهذه النعمة وبالتالي محاولة الشكر على هذه النعمة ولئن شكرتم لأزيدنكم أسأل الله أن يعرفني وإياكم بولي أمرنا أسأل الله أن يشملني وإياكم بعناية ولي أمرنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين